زاهد عابد مؤثر، ورع جواد كريم، ذاك الذي أنفق نصف ماله ونصفه استبقاه لعياله، كان للدنيا مهينا وعنها معرضا، أرادته ولم يردها، فقيه في دين الله، وقاه عند كتاب الله، بكاء من خشية الله، لا يحابي قريبا ولا بعيدا في دين الله، مبشر بالجنة، وباب موصد أمام الفتنة، وحصن حصين للأمة، قد كان أعدى أعاديها فصار لها بنعمة الله حصنا من أعاديها. إسلامه فتح، وهجرته نصر، وإمامته رحمة، وغضبه عز، ورضاه عدل. شهد بدرا، وبايع تحت الشجرة، وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بطل لم يطأطئ الرأس إلا في ركوع لربه أو سجود. قسورة وحارث وضيغم، غضنفر ليث هزبر هيصم، وللفراسة شأن فيه معتبر. إنه عمر، وما أدراكم ما عمر، أصيد ضاقت به صحراؤه فأعدته لأفق أرحب. حكم الدنيا فرقت طربا وانتشت من عدله المنسكب. هو من يسر لذكره أهل التقى ويضام كل منافق إبليسي. رجل العظائم كلما قسنا به أهل العظائم فاق كل مقيس. وشريعة الإسلام كان يعد من أعلامها، قد عاش يرفع دائبا من شأنها ومقامها، بل كان إن خطب ألم بها شبات حسامها، قد كان موضع حبها من شيخها وغلامها. يا أيها التاريخ بالنور اكتب، يا أيها التاريخ سجل صفحة غراء تنطق بالخلود الكامل. حرك بسيرته القلوب فقد قست وغدت بقسوتها كصم جنادل. وخل اليوم عنك حديث سلمى فلا سلمى نريد ولا الربابة، وحدث عن أبي حفص فذاكم عظيم عاش محبوبا مهابا. نار بأعلى علم وصقر بأعلى القمم، كان من أشد الناس أذى على من أسلم، حتى قال فيه عامر بن ربيعة رضي الله عنه: لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب. وأسلم عمر بفضل الله ومنه، وسبق صاحب المقالة في المنزلة، وفاز بالدعوة النبوية. اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، فكان أحبهما عمر. والمسلمون حين أسلم 40، ومع ذا أبى أن يكون إسلامه إلا علانية، فغدا على أنقل الناس للحديث جميل بن معمر فأخبره، والله ما راجع، وقام يجر رداءه حتى قام على باب المسجد وقريش في أنديتها حول الكعبة، فصرخ بأعلى صوته: ألا إن عمر قد صبأ. وعمر خلفه يقول: كذب، ولكني أسلمت وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فثاروا عليه فما برح يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس على رؤوسهم وأعيا وقعد من التعب والكلال، وقاموا على رأسه وهو يقول: افعلوا ما بدا لكم، فأحلف بالله أن لو قد كنا 300 لتركناها لكم أو تركتموها لنا. كأنما أنفاسه حرجه، وبين جنبيه لضوا واقدة لو مادت الأجبال من تحته أو خرت الأفلاك ما زعزعا. وسبحان الله، هذا العدد الذي ذكره هو عدد المسلمين يوم بدر تقريبا. محدث ملهم حاله، لكأنني بغد وقد دارت على الباغ الدوائر. ثم تابع جهره بإسلامه فأتى أبا جهل وقرع بابه، فخرج إليه وقال: مرحبا وأهلا بابن أختي، ما جاء بك؟ قال: جئت لأخبرك أني آمنت بالله ورسوله وصدقت بما جاء به. فعلته الكآبة وضرب الباب في وجهه وقال: قبحك الله وقبح ما جئت به. وعاد عمر فرحا مسرورا بإغاظته. ثم لم يبق مجلسا من مجالس قومه إلا أعلن فيه إسلامه، وحاله: الله أكبر للعزى وللات، هيهات هيهات تشد الببغاوات، لي وإن كنت كقطر الطل صافي، قصفة الرعد وإعصار السوافي. كان المسلمون يعبدون الله سرا فاستعلنوا بإسلامه، حتى قال ابن مسعود رضي الله عنهما معناه: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، ولقد رأيتنا وما نستطيع أن نصلي إلى البيت حتى أسلم عمر. أفعاله قد حسنت أقواله، ما أحسن الأقوال والأفعال.